يجتمع سياسيون ومسؤولون عسكريون ودبلوماسيون بارزون من أنحاء العالم في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن. وتهيمن الحرب في غزة والأزمة الأوكرانية على طاولة التباحث في المؤتمر فضلا عن المخاوف بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في وقت تضرب فيه الازمات اماكن متفرقه في العالم وتعاني مناطق عده من وطاه الحرب، ياتي انعقاد مؤتمر ميونخ للامن في اجواء مشتعله. العدوان الاسرائيلي على غزه والازمه الاوكرانيه يتصدران جدول اعمال المؤتمر. اضافه الى قضايا الهجره وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي، كما يتناول موضوعات مهمه مثل دور اوروبا في الامن والدفاع والرؤى الجديده للنظام العالمي والتداعيات الامنيه تغير المناخ مؤتمر ميونخ للأمن تعقد دورته الحالية ما بين السادس عشر إلى الثامن عشر من فبراير ويشارك فيه سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وخبراء رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً والمتعلقة بالأمن الدولي المؤتمر يشكل منصه فريده من نوعها على مستوى العالم لبحث السياسات الامنيه كما يعد المكان الوحيد تقريبا الذي يجتمع فيه كم هائل بهذا الشكل من ممثلي الحكومات بما في ذلك الحكومات المعاديه لبعضها وقاده وخبراء في الامن معا النسخة الجديدة من المؤتمر تتزامن مع ذكرى مرور ستين عاما على تأسيسه ففي شهر فبراير من كل عام يجتمع كبار السياسيين من قارات العالم في ميونخ لحضور مؤتمر الأمن العالمي حيث تم إطلاق المؤتمر في عام 1963 وكان يطلق عليه آنذاك اجتماع العلوم العسكرية الدولي إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقاً إلى مؤتمر العلوم العسكرية الدولي، واعتبر لسنوات مؤتمراً للدبابات والصواريخ المضادة، وبوصفه مؤتمر ميونخ للأمن، انفتح جدول أعماله أكثر علي قضايا الأمن العالمي. ومنذ عام 1963 يقام المؤتمر سنويا في شهر فبراير، الا انه في عام 2021 كان لا بد من عقده بشكل رقمي بسبب جائحه كورونا. في ميونخ ستشعل الحرب من جديد نقاشات تدور منذ وقت طويل بشان اسئله مثل الى اي مدى ينبغي ان تعزز اوروبا قدراتها العسكريه، وكم يجب ان تنفق الحكومات على الدفاع. كما ستناقش الوفود التداعيات العالميه بعيده المدى للحرب على قضايا تتراوح من امدادات الطاقه الى اسعار المواد الغذائيه